أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المنهج الأول. الآن نجي إلى المنهج الثاني إن شاء الله، عندما نريد أن نعرف عظمة منهجه يجب أن نلاحظ الجو الذي كان فيه أمير المؤمنين، الحكام الذين كانوا في عهده، الحكام الذين تقدموه، الحكام الذين تأخروا عنه في تلك الفترة. قارنوا هذا الفرد مع ذلك الفرد، وقارنوا هذا المنهج مع ذلك المنهج، يتجلى لكم جانب من جوانب عظمة أمير المؤمنين. طبعا هذا من هوان الدنيا على الله أن يقارن علي بأنداده. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، لكنني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. فأين الثريا في قصيدة عمرو بن العاص؟ فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي صلوات الله على علي؟ رجل يأتي إلى الثاني. أنا أذكر فقط هذا النموذج، ومن هذه النماذج بالألوف موجودة في التاريخ. هذا النموذج مذكور في تاريخ دمشق وفي شرح ابن أبي الحديد. يقول أنه جاء رجل إلى الثاني وهذا الرجل كان يقال له صبيغ، وسأله سؤال. قال له أخبرني عن الذاريات ذروة. سؤال. الله تعالى يقول في سورة الذاريات والذاريات ذروة. شنو معنى الذاريات؟ قال الريح تذرو الأوراق وما أشبه ذلك. أنا عندي شك أنه هذا جوابه كان في الواقع. يمكن واحد آخر مجاوب، وإلا كل ما ينقل عنه كان يقول ما أدري. شايفين فد مكان قايل أدري، شايفين فد مكان يعرف آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. المهم بس قد يكون لأنه كان عربيا يعرف هذه الكلمة. قال أخبرني عن الذاريات ذروة. قال الريح. قال أخبرني عن الحاملات وقرا. يعني شنو؟ قال السحاب. قال أخبرني عن الجاريات يسرا. قال السفن تمشي بسهولة فوق المياه. ثم أمر به كما في تاريخ دمشق وفي شرح ابن أبي الحديد. ثم أمر به فضربه 100 ضربة. الظاهر هو ضربه، مو أمر بضربه، فضربه 100 ضربة حتى شجه وأدمى رأسه وجعل الدم يسيل على وجهه. ثم جعله في بيت، يعني غرفة، بيت يعني حجرة، حبسه في مكان حتى برأ. بعد ايش قد برأ؟ بعد هاي المئة ضربة، شهر، أكثر، أقل. فدعا به فضربه 100 أخرى كذلك، 100 ثانية، ثم تركه حتى برأ. خلاه بالسجن في ذاك البيت، بيت يعني غرفة يعني حجرة، حتى برأ وطاب. ودعاه ثالثة فضربه 100 ثالثة كذلك. ليش سأل السؤال؟ فقال صبيغ: يا فلان، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. التعذيب أحيانا الموت يكون أهون منه. فأبعده فلان إلى مصر، سجن، تعذيب، إبعاد. هذا منهج السقيفة، هذا المنهج اللي حكم به صدام في العراق. صدام امتداد لهذا المنهج اللي ينقله اثنان من علمائهم، مو من علمائنا. ليش سألت سؤالا حول تفسير آية من القرآن؟ حقيقة هذا المنطق الطول للعالم، ما يضحكون علينا. هذا الطول إلى الأمريكيين، الطول إلى الأوروبيين. واحد مسلم يسأل الخليفة، يعني الذي يقال له خليفة، حول آية من كتاب الله، سجن، تعذيب، إبعاد. عد قارنوا هذا المنهج بمنهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ذلك الرجل الخارجي يقول: قاتله الله من كافر ما أفقهه. كافر ولكنه يفهم. فوثب إليه الأصحاب ليؤدبوه، قال: دعوه، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، وأنا أولى بالعفو. هذا منهج الغدير، وأنا أولى بالعفو، وهذا منهج السقيفة.